مرحبا لكل متابعينا، ان شاء الله تكونوا بخير. مثل ما شايفين المنظر حلو كتير اليوم، حبيت اجي اصور هون بهيدي الغابة تحت الشتاء. اليوم يوم ممطر كتير، وعادة بحب اجي كتير لهون على هالمكان. صراحة بريح النفسية وبيعطيك طاقة ايجابية، وانا بحب اجمالا امشي تحت الشتاء وبحب صور، قلت بصور وبفرجيكم هالمناظر الحلوة بشمال لبنان تحت بلدة اهدن. اكيد الاغلب سامع فيها. هون منطقة غابة ما فيها اكيد يعني بيوت نهائيا، وبعيدة عن الناس، شلالات صغيرة. شوفوا شو حلو هالشلالات الصغيرة. هلا نحن بيجي موقع على الغابة بوادي، وفي نهر تحت. هلا رح نشوفه للنهر. غابة كتير كبيرة، مثل المحمية. خلينا نمشي. اليوم في شتاء كتير وبرد كتير، وعلى الجبال في ثلج كتير. انا اجمالا بحب امشي تحت الشتاء، وعندي كتير فيديوهات عم بمشي تحت الشتاء، بس طبعا تحت الشمسية اكيد. هيدا شلال تاني هون. خلينا نكمل سبحان الله. شوفوا هالمناظر شو حلوة، بتريح النفس. عادة كتير بحب اجي لهون انا. ما بعرف اذا سامعين صوت النهر تحت. هلا رايحين على النهر نحن اصلا. هذا الجبال فوق والضباب عليها. خلال السنة أوقات بينزل تلج هون، ومش عالي كتير هون عن سطح البحر، ما بعرف قد ايه، بس مش عالي كتير، بس التلج ما بيدوب، ما بيضله كتير. عم بتشتي بس خفيف مش كتير.
هلا بهالغابة ما في حيوانات أكيد، يعني حيوانات بتأذي حسب ما شفت هون. أنا شفت اللي شفته بس السنجاب ويمكن ثعلب وطيور. هذا الفيديو بهديه لكل شخص بحب فصل الشتاء وبحب يمشي تحت المطر. أي الشتاء، نحن بلبنان بنقول شتاء. في هواء. ما بدي أذكركم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء، وما تنسوا اللايك، أهم شيء اللايك. هون في مثل ستريمز صغير هيك، مثل ينابيع صغيرة. أكيد ورا الشتاء بتصير ينزل المي لهون، لأن هي نزلة بتصير. بدكم ما تواخذوني لأنه طلعة اجباري، بدي نفسي بدي يضيق، بدي الهت. بس انا اكيد مش راكض، عم بمشي ماشي بس. متع بهالمناظر. هذا النهر تحت. شفتوا نزلة هيدي الجبال، طبعا ما فينا صورها كلها لأن عالي كتير، الكاميرا مش حطالة. خلونا نكمل. أجمل شعور، شعور المشي تحت الشتاء تعطيك سعادة. ما بعرف أنا هيك، بس بعتقد الأغلب هيك بحس كمان، يلي بحب يمشي خاصة بمكان خالي من العالم، إنه طبيعة، لا سيارات، لا عجقة، لا ضجة. بس طبيعة. تحياتي لكل اللي عم بيشاهدوني من دول عربية. طبعا اللي عم بيشاهدونا من دول الغربية ما راح يفهم علي، لا عم بحكي بالعربي. في ناس بتخاف تجي لحالها، بتخاف ما يطلع لها شي خنزير بري، شي يأذيها او شي حدا. هي فيها ريسك شوي صغيرة. تقريبا بلشنا نوصل على النهر. ما بدي اذكركم تعملوا لايك، اللايك كتير مفيد يا جماعة. اذا فيكم تعملوا شير مع اصحابكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
انا عاده ما بحكي كثير بفيديوهاتي، بس ليش؟ السبب الرئيسي انه خلي العالم تتمتع وتعيش اللحظه كانه هو ماشي على الطريق. بس اليوم حبيت احكي واعرفكم على على هذا المكان. هذا النهر هون بلشنا نوصل، هنصوركم من هون من فوق. على فكرة يلي بيعرف نبتة الزعتر، زعتر هيدا زعتر. هذا زعتر بلدي طبعا بيتاكل يعني. خلينا نكمل. نرجع نفرجيكم النهر من فوق. هذا النهر بينبع طبعا من راس الجبال من الأعالي. شوفوا كمان هيدا جاي مثل شلال صغير بينبع من راس الجبل. وصلنا، شكر الله. شوفوا الجمال هذا. النهر كتير قوي اليوم.
شيء حلو كتير، صوت النهر كتير قوي. وانا هلا راجع، بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو من قلب الطبيعة، من قلب الغابة، بعيدا عن ضجيج السيارات والمدن وعجقة الحياة. ما بدي ارجع اذكركم تعملوا لايك، ويا جماعة بدي اقول لكم شغلة، اللايك مش دغري بتحطوه اول ما تفتحوا الفيديو، اقل شيء ممكن تحضروا دقيقة او دقيقتين وتعملوا لايك، لانه اليوتيوب او قوانين اليوتيوب اذا كنت انت اول ما فتحت حطيت لايك بيرجع بيشيله دغري. اليوتيوب بهمه انه تحضر وبعدين تحط لايك. anyway اذا كنت جديد بقناتي ما تنسى تشترك وتفعل زر الجرس لتشوف كل شيء. اوكي، وانا بودعكم، واذا الله اراد نشوفكم بفيديو جديد. باي.